بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. احنا تنتواجدوا هنا في مقهى رويال باش نساندوا المنتخب الوطني ديالنا ضد نظيره الجزائري، واللي يلعب الكره غادي يربح. الاستعدادات بالرايه والنشيد الوطني، وتنحيوا الجمهور ديالنا في هذا المقهى، وبغينا نربحوا بجوج لواحد. وعاش الملك والصحراء المغربية. يعني اليوم تنتوقعوا السول كيف بعدا. احنا ما تنكرهوش الجزائر ولا الشعب الجزائري، احنا عاش المغرب وعاش الشعب الجزائري. احنا بغينا نلعبوا الكرة، بغينا نلعبوا الكرة، واللي يربح بصحته وعاش المغرب، والمغرب هو اللي غيربح. والسلام. السلام ورحمة الله. كيفاش كتوقع الماتش غيكون؟ الماتش ان شاء الله على ما قال المدرب عموسه، راه الدراري خصهم شويه ديال التركيز، وان شاء الله غتكون النتيجه 2-1. الماتش قاصح، غتكون فيه شويه ديال القصوحيه، يكون فيه شويه ديال لا تكنيك، ولكن ان شاء الله المنتخب الوطني عندنا دراري مزيانين وصغار ومازالين كاينين. المهم النتيجه ديالنا 2-1 ان شاء الله. كيجي و احتفال المنتخب الوطني، وحنا مغاربه الحمد لله، وحنا باغيين ان شاء الله المنتخب الوطني ديالنا يربح فاش ما كان. المهم نربحوا الماتش ديال الجزائر، ولا بغاو ما يديوش الكاس ماشي مشكل، المهم نربحوا الجزائر. هادشي اللي باين، هذا هو الماتش، هذا ماتش فينال. يعني كاس راك عارف الكاس بان ما عندوش شي اهميه كبيره، ولكن الاهميه هو الماتش. الماتش ان شاء الله يكون في الصالح ديالنا. إذا ربحنا غتكون طريقة الاحتفال كبيرة إن شاء الله، وغنخرجوا إن شاء الله للشارع وغنحتفلوا كاملين إن شاء الله. إن شاء الله نتمنوا نتيجة تكون مشرفة، حيت كيف ما كنعرفوا أن الجزائر تا هو فريق قوي، والمغرب إن شاء الله بمعنويات ديالو طالعة، وغادي نحققوا نتيجة إن شاء الله تكون في المستوى. وهذا الماتش هذا بالنسبه لنا حنا يكون حاسم ان شاء الله، حاسم. حنا غير يربحوا لنا هذا الماتش هذا ويرجعوا بحالهم، مرحبا بهم. صافي، ما بغينا حتى حاجه اخرى. كيفاش كتشوف الاجواء الاحتفاليه بالمغاربه؟ والمغاربه ان شاء الله راهم على اتم الاستعداد، الجمهور راه داير داك الشيء اللي عليه، هو كيشجع، والباقي والكمال على اللاعبين ان شاء الله. تنتسناو نتيجه تكون حسن ان شاء الله. كتوقع النتيجه؟ 2-1 باش نصفوا الفريقين بجوج، غير حنا نخرجوا رابحين. غتسالى في الاشواط العاديه ولا ممكن تلعب حتى اكثر من 90 دقيقة على حسب المستوى ديال اللاعبين بجوج، ديال الفرق بجوج. ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم. السلام هذا، مرحبا بكم على القناة ديالكم، تنشكركم على الزيارة اللي زرتونا اليوم. انتم تشوفوا اجواء استعداد المباراة، مباراة حماسية واجواء الفرح، وكاين الاجواء ديال الخلعه في نفس الوقت. لحقاش الفريق المنافس ديالنا فريق منظم، عنده تكتيك في اللعب، ويمكن له يزيد حتى ويقدر يقدرنا في الدقيقه 90. حنا تنقولوا هذه هي اللي خايفين فيها، المغرب تماركي في الشوط الاول الا بغات تربح الجزائر. لحقاش عندهم جوج ديال اللاعبين ممتازين، بغداد بونجاح والبلايلي اللي عنده مراوغات جميله، وتنخافوا حنا ما تنشجعوهم. وديما مغرب، وكيف تشوفوا القهوه دابا حنا باستعداد للمباراه، باقي لها جوج السوايع وكاين نشاط وحماس. ومرحبا بكم، وانتم سالوا الاصدقاء اللي موجودين. تحياتي. المهم انا ما تنعلموش الغيب تيغلب الله، والتيران هو اللي تيحكم. انا تنقول المغرب لحقاش ماتش قاصح يقدروا يربحوا بجوج. غير هي بن شرقي غيماركي، وتحيه لبن شرقي. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.